المتدينين يطلع ربنا. نعم. كل من ضحوا بأرواحهم من أجل مصر على رؤوسنا وفي قلوبنا وعلى صفحات التاريخ ستسطر أسماؤهم بحروف من نور كما قلت. كلمة الآن للداعية الدكتور أحمد سمير فليتفضل. مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأحبابه وعلى كل من صار على ظهره وحدد لهديه وسار على سنته إلى يوم الدين. أما بعد فحياكم الله جميعا أيها الآباء والطلاب وأيها الإخوة الكرام الأعزاء، وأسأل الله العظيم الكريم جل وعلا أن يجمعنا بشهدائنا في جنات ونهر. اللهم اجمعنا بهم في جنات ونهر. اللهم اجمعنا بهم في جنات ونهر. اللهم اجمعنا بهم في جنات ونهر. اللهم شفع فيهم الإحسان والإيمان والقرآن والعمل الصالح يا رب العالمين. اللهم شفع فيهم الإيمان والإحسان والعمل الصالح يا رب العالمين. اللهم أوردهم حوض نبيك المصطفى. اللهم أوردهم حوض نبيك المصطفى. اللهم أوردهم حوض نبيك المصطفى. اللهم شفعنا فيهم يا رب العالمين. اللهم شفعنا فيهم وإن قصرت بنا أعمالنا يا رب العالمين. اللهم لا تكتب على ديار أهل مصر الخراب يا رب العالمين. اللهم لا تكتب على بيوت أهل مصر الخراب يا رب العالمين. اللهم لا تسلط على مصرنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا يا رب العالمين. لم يخلق مثله
اكتوبر وجزاكم الله خيرا.